وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدعم مسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي التي دشنها سموه في مايو الماضي تحت شعار لنبتكر للمستقبل بتنظيم من كلية البحرين للتقنية بوليتكنيك البحرين مع شركة مايكروسوفت بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد. وقعت كلية بوليتكنيك البحرين مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوفير منصة للطلاب من أجل تطوير مشاريعهم وأفكارهم. وستمنح المسابقة صاحب أفضل فكرة فرصة المشاركة بنهائيات مسابقة كأس التخيل العالمية والتي من المقرر إقامتها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو القادم. طبعا هدف الاتفاقية هو تعاون بين شركة مايكروسوفت وبوليتكنيك البحرين في الذكاء الاصطناعي. مايكروسوفت راح يوفرون الادوات او التولز للطلبه اللي يستخدمونها في المختبرات، واحنا في طور ان ننشا اول اكاديميه في الذكاء الاصطناعي. فنشكر سمو الشيخ خالد لضمان استمراريه المسابقه بشكل سنوي، واللي نتج عنها الحمد لله انشاء اول اكاديميه في الذكاء الاصطناعي. الاتفاقيه هذه هي نتاج شراكتنا مع جامعه البحرين بوليتكنيك. هي شراكة نفتخر فيها. احنا نحاول نجيب الخبرات العالمية الى مملكة البحرين، تدعم في القطاع التعليمي وتدعم في الطلبة انهم ياخذون كل الكفاءات والخبرات اللي يوظفونها في الذكاء الاصطناعي. فهي ان شاء الله راح توفر لهم المساحة الطيبة علشان انهم يبدعون فيها ويبتكرون فيها، علشان تكون مملكة البحرين هي المركز الرئيسي للابتكار. والله نذكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، هو طبعا المبادرات ودعم اللامحدود في هذه هاي المجالات. مجال الذكاء الاصطناعي اول ما احنا عرضناه على المكتب شفنا منهم الدعم من اول مرة، وبالفعل كان له نجاح كبير. فاحنا نشكرهم على هذا الشيء. فاعتقد من هاي المنصة احنا نطلع حق العالمية ونطلقهم ان شاء الله يكون حق محافل اخرى.